هو ده شفته والله العظيم انه هو ده والله. وش نسوي؟ هذا ما انت؟ استغفر الله. ما انت؟ استغفر الله العظيم. هذا من؟ يا ابوي انا تروعت احسب حد حدكم. هذا من؟ يا ابوي على رامك وشيف وشيف خلنا هو ولا ولده يمكن خوذ هو ده هو ده اعترف انت ولا ما انت وين اي واحد اصبر خلنا لا حول هذا هذا من اشوف هذا اسود يا ريال وانت شو ابيض ابيض ما انا هو ده ما انا هو ده هذا كان يمكن فص عينك هذا انت ابو شيف ابوك انا قلت ما بيعرفني اشوف رؤوسه قلت ما بيعرفني يا ريال كل شيء هنا انت ولا ما انت اعترف انا هو انا يا ابو كان وش طالبني بشيء شيء طالب بس ايه جايزه محطي اعطني هديه اعطني هديه من يعطيه اعطني والله يا ما اعطيته انا اعطيه هديه هي من امس انا ناس اتابع الفيديو زين وتاكدت تك انت كيف تاكدت كيف عرفته هو يلس 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 وين يلس من امس ما رقد من 30 مره اعيد الفيديو انت زين انا تو انا ماشي ارد عن لوادم ولا من دس عن لوادم انا لكن انت كان اتصلت بي بخبرك بقولك انا تاكدت من الفيديو اول زين تاني ما سارق شيء انا لم صور ويوم صغير ذا هو تاكدت من الفيلم وليش فرق بين الحين وقبل؟ ترى قبل صغير لابس احمر بعد وش يعني زين الحمد لله اني محصل كندوره قبل البس قبل كنادير ماشي والله زين لابس كندوره قبل كندوره واحده ماشي غيرها نتسخى ونلبسها هي وشعرك وين راح؟ شعري طاح مهم هالقصه هاي والله قال وراثه شعري يطيح لكن انا اقول من القصه طاح ما شاء الله امس شفت شعره في الفيديو يسيح زمان زين حسدوني وين شعري وطاح حسدونه كل مكان فهد كلهم كانوا يتكلموا عن شعري شو توينه روح حسدونه مالك على يمين حتى يوم اسير مدرسه الطلاب يغاروا مني قال يا اخي شعر كيف كذا تيهم والله من رب العالمين كذا ما شيء مشط هذا المشوط هذا تيهم ما يسحنا المشط نسوابه كذا انكسر اسحي بهذا المشط هذا مال الصباع الحديد كاسحيه كذا عورة ما ينسحي لا اسحي تقول موتر محمل عشيش كلاس حي على قدام عشان يرقد الناس حي كذا يوقف ويغاروا منك في المدرسه غاروا ما رايمين حتى الاستاذ يا ريال كم مره قال لي احلق يا ابوي احلق الطلاب ما رايمينهم يدرسوا وانا ادور قدام حطني يا مره واحده عندنا موجه قبل ترايوها الموجهين وكان يدخل اول ما دخل على المدير ورا وكذا انا ما رايمين صابوني كل يوم يقول لي احلق ما رايميني حتى ابوي يا ابو لي المدرسه حلاقه قدام ما احلق
اخر شيء ودروني. وذيك اليوم انا جالس قدام بعد لو يندلوا ان الموجه بيبي خلوني ورا بضموني، لكن جالس قدامك شعرك لها مره كيف مثل اللي تكون مظله. يوم دخل الموجه ما سلم طول، كان يقول ايه تروح على حلقة. وش كان يقول هذا وش يا ابوي ادمي يالس. قال علامه ليش هذا ما يحلق؟ لا ابوي ما راي من صابي هذا. قال يروح ورا هذا دا يجلس ورا ورا يجلس ويلسوني ورا. فهد صديقهم ما يشوفوا كلهم تقول سمرة تراهم حطايا قدامهم ورا يلسوني فصل واحد ذاك الزمان. روح اول دراسه غير حلوه. انا هي انا معطاي مسؤول قبل في المدرسه، مسؤول عن الصف، هي رئيس الصف، وانا فرحان لاستادي بالفكه مني. قال هذا ما منه فايده، عطوه ما يفلح، عطوني مسؤول الصف رئيس وكذا. وكان اوتزي تقول وزير والله تقول ما اعطاني رتبه وزير، ما اعطاني مسؤول. عاد وش اسوي؟ اشيل الاوراق الصبح اول ما الناس تدرس وانا هزاحي بدفاتر احفظ على صفوف مال الغياب. والله تقول مبعوث للامم المتحده ما شال ما شال دفتر مال الغياب. هم وتذي ووايق في الصفوف اللي ما يهد الصف القيهم ساكين صفوف الناس تدرس مجتهدين ساكين. وادق على الباب انا بس ما لي حياه بس اوايق عشان الشباب يشوفوني شال دفتر. عاد نجحت؟ هي نجحت كلها دواوي شهاده. وين نجحت خيبتي؟ يعني انت شغال عندهم كنت اشيل الاوراق بس. فهذا في الفحصه يوم يلقوني الطلاب يرهبوني قال هو هذا يجيب ياخذ دفتر مال الغياب. والله ما جاي هذا بسبب مكان دفتر غياب. ما ولفنا شيء. فتو ربعي اللي ادرس وياهم انا قبل والله العظيم كلهم دارسين والله، حط طيار وحد يدرسوا والله. وانا ما فلحت بديك الكشه الابيبه في المدرسه. فقالها ابوي الله يرحمه قال لامي والله ان هذا انا من شفت كشته ويصحيها بهذاك مثل ما الحديده انا غسلت يدي منها. والله صدقه ما ولفنا شيء. توينا الحمد لله حتى الشعر انديته وحتى يوم حتى ما ولف. الله نعم لو ابوي حي كان بقول لي الله يرحمه بقول لي ابا انا بشعر وبدون شعر. ما مولفين شيء لو قلت اللعبه جربة هذا تواه على يزاحي لا بي لا شغله ولا ما شغله بس هذا من بيت الشال. بيت شال بيت يعني هذا ما رامين الصابوط طبل في الفريق. الحين في الفريق ما يطلعوا من كثر هو يلابي كذا مخيسنهم غبار. هاي ذا يلابي قرر في البيت قرر يدس